أسهمت شؤون الجمارك في تعزيز الدور الرقابي لعدد من الجهات الرقابية الحكومية وتيسير التجارة التي تعتبر ضمن توجهات منظمة الجمارك العالمية، ونجحت في خفض قيود الجبهات الرقابية بل الجهات الرقابية الحكومية بنسبة بلغت نحو 25% من إجمالي القيود، ما يسهم بشكل إيجابي في تدفق الواردات إلى مملكة البحرين بكل يسر مع تذليل الصعوبات والمعوقات.